هذا السؤال، هذا بايب داخلي أو سلندر يفتر بالداخل محصور بين بايبين، هذا ثابت وهذا ثابت، وهذا اللي دا يتحرك، هذا دا يتحرك. فش منطينا التورك؟ منطينا التورك العزم 6 نيوتن متر. يريد ايش قد العزم منطينا اياه؟ ومنطينا الار بي ام 36. شي يريد؟ يريد الفيسكوزيتي. اذا الميو هي المطلوبه. ويقول all cylinders are 75 مليمتر لونج، هذا طوله 75 بالعمود على الصفحه، فايب طوله 75. اذا الداخلي يفتر وهذا الخارجي وهذا الاخر خارجي، دول اثنينهم ثابتين. الجاب 2 مليمتر وهنا 2 مليمتر، وهذا الجسم اللي يفتر او البايب او السلندر منطيني نصف قطره 12 سنتيم. اجي ما دام منطيني تورك، اكتب التورك شو يساوي؟ قوه في ذراعها، اطلع القوه، طلعت القوه عندي 50 نيوتن، الذراع عندي 12 سنتيم حوله الى متر، طلعت 50 نيوتن. القوة شو تساوي لي؟ التاو في الاريا، التاو تبقى قانونها والاريا. اجي هنا ما دام منطيني ار بي ام اطلع السرعة. شوف يا يعني قبل اوميجا قلنا 2 باي ام على 60، ضربها قبل بالار، من جبت الار هنا نص القطر صارت عندي سرعه. اذا هاي في، هذه هي الفي السرعه، سرعه خطيه قبل حولتها 2 باي ار ان على 60. الواي هم منطيني اياها 2 ملم، والمساحه شوف المساحه 2 باي ار المحيط العمق تطلع لي المساحه. هنا مضروب في اثنين، هم في اثنين، ليش؟ يعني عندي جاب فوق وجاب جوا والمسافه نفسها، فمجرد اضربها في اثنين حتى تطلع لي القوه اللي اريدها او الميو، او شوف حسب السؤال. هاي الخطوه استاذ 2 باي ان على 60. ايه عيدها شوي، ما وصلت. انا عندي ار بي ام حولها الى اوميجا 2 باي ان على 60، طلعت عندي شني؟ الاوميجا. انا اريد سرعه خطيه اضربها في نصف القطر، ما قلنا السرعه تساوي الاوميجا في الار، فهي انا احط الار، شوف هنا خليت الار، طلعت عندي قبل هاي اللي هي شوف هاي 2 باي ان هاي على 60، هذه الاوميجا ضربتها في الار، هاي الار في الار طلعت عندي السرعه. اذا هذا كله هو سرعه خطيه، حولت الريفوليوشن بير مينت الى سرعه خطيه. الواي هم عندي، المساحة عندي بايب، البايب طوله أعرفه منطينيها 75 مليمتر، بس عرضه ما أعرفه. هذا البايب من أفتح وأسويه بليت، أسويه مستطيل، الطول ارتفاعه أعرفه بس عرضه ما أعرفه. محيط الدائرة هو العرض، محيط الدائرة شنو؟ 2 في نصف القطر في النسبة الثابتة، هذا طلع العرض. في الطول طلعت المساحة. لأن عندي هذا جاب فوق وجاب جوا، هذا واحد وهذا اثنين، واثنين واثنين مليمتر، هذا اثنين مليمتر وهذا اثنين مليمتر، أضربه في اثنين وكأنما عندي سؤالين. فأجي الميو شو تساوي لي؟ Q
كل شيء موجود عندي، كلها موجودة، قوة موجودة طلعتها، الواي موجودة اللي هي بوينت أو 2 ملي متر على ألف، الباي الآر نص القطر 12، الان في الال. فيطلع عندي 195 باسكال ثاني. واضح؟ واضح شباب؟ واضح دكتور. واضح دكتور، سهل ما بيشي. جيد. هسه نروح هسه الفيسكوزيتي خلصناها، نروح على الهيدروستاتيك فورس، نشوف هنا ايش عندنا. أستاذ بوابات، أستاذ أخير سؤال. هسه العرض واضح هنا لو إلا نسوي عرض من جديد؟ واضح دكتور. آخر سؤال بأي محاضرة؟ بس هذا عندنا سؤال، بوابة على شكل مثلث بس مايله بها ميلان دكتور، لو أسوي مثل السؤال السادس أحسن. الأسئلة الأخيرة مع البوابات ساد، يعني محاضرة 6-1. أستاذ السؤال الرابع ساد، أستاذ أنا مع السؤال الرابع السادس والسابع هيك أسئلة. قلت أنت عليه المهمات تيجي بالامتحان وجايبهم بالامتحان. هذا مثلا اي سار هذا ايش؟ خلني اشرح لكم. هذا عندنا بوابة على شكل مثلث، هاي موجودة، منطيني قياساتها 2 متر القاعدة، 1.5 الارتفاع، 2 واحد ونص، والبوابة هي هاي من دحق لها من الجانب. هاي الميلان مالها 45 درجة، إذا بزاوية 45. ارتفاع المي منطيني اياه 2.7 متر، يريد ماجنتيود direction and location of the total force on this area. إذن أجي أول شيء شوفوا أنتم من تجاوبون، هاي كلها تنسوها. شوف هذا أنا رسمت الـ YC اللي هي من أعلى سطح المي إلى السنترويد، هذه أنتم كلها تتجاهلوها. ورسمت الـ YCP من سطح المي إلى نقطة تأثير القوة اللي هي Center of Pressure، ورسمت Y الارتفاع كله، الارتفاع كله. فأجي الـ Y، الـ Y هاي هي ساين 45، شو يساوي لي؟ المقابل على الـ Y كله، الواي صارت 2.7 على ساين 45. طلعت الواي لان احتاجه، طلعت عندي الواي اللي طول البوابه اضافه الى ارتفاع المي ولكن مع البوابه،
ارتفاع المي مع البوابة. أجي طلع الواي سي، الواي سي هي نص، شوف نص الواي 3 و8 الواي كلها، الواي كلها ناقصا 2 الارتفاع اللي هذا 2 الارتفاع، هذا شطبتهم 2 ارتفاع المثلث، فبقى عندي هذا الواي سي. شوف هذا ثلث، هنا ثلث وهنا 2، فشلت هاي 2 على 3 في الارتفاع طلع عندي الواي سي. انت هاي اساسيات، اذا ثبتت الواي سي او الاتش سي او الواي سي بي او الاتش سي بي، لا تكتبوا لي واي فوق شخطه، لا تكتبوا لي احنا كاتبين واي سي او اتش سي. اذا الواي سي هي نصف ارتفاع البوابه الى سطح الماء. الاتش سي، الاتش سي شو تساوي لي؟ واي سي، شوف واي سي في ساين الزاويه، هذه الاتش سي، هذه الاتش سي عندي، هذا ساين 45 شو يساوي لي؟ المقابل اللي اريده اللي هو الاتش سي على الوتر واي سي. فالاتش سي طلعت لي الواي سي في ساين الزاويه، فطلعت الاتش سي، هاي طلع القوه، كل شيء عندي. قام عندي 9810، الاتش سي طلعتها هي هاي، جبتها هنا، وعندي الاريا نصف القاعده في الارتفاع، طلعت هاي القوه. موقعها اللي هو واي سي بي، هذا الواي سي بي، واي سي بي ناقصا واي سي، قانون طبقه ما بي كل شيء. عندك المثلث على 36، أس 4 على 36، وعندك الواي سي معروفة 2 و8، وعندك الاريا هاي 1 نصف القاعدة، 1 2 سويناها 1 في الارتفاع، وطلع عندك المسافة اللي هي اي هاي واي سي ناقصا واي سي. استاذ وده مثلا نطلب القوة، ها؟ استاذ ما طلب مثلا القوة، استاذ ما حاجة نطلع استاذ اتش سي، احنا الماجنتيود طلعناها، الدايركشن عمودي، واللوكيشن هو هذا اللوكيشن، هو هذا اللوكيشن. اذا نريد نطلع الواي سي بي، الواي سي بي فقط شو نسوي؟ 0.044 زائدا الواي سي اللي هي هاي 2.8، يطلع لي الواي سي بي، واضح؟ والله وصلت. يعني انت بلا رسم كل شيء ماكو، ولهذا انا اركز على الرسم، لا حد يحل بلا رسم، لا حد يحل بلا رسم ابدا، لان انت تكتب لي انا ما اعرف انت وين الواي سي مالك، وين حاطها الاتش سي. عندنا هذا السؤال هذا السؤال، عندنا ثقل، عندنا بوابه، هاي بوابه وبها ثقل يوازنها، يريد ايش قد ارتفاع المي الاج، what depth of water will cause this rectangular gate to fall، ايش قد صعد المي بحيث البوابه تقع، يعني شنو اتغلب على هذا. اجي هنا شوف، خليت السي هاي السي، خليت السي بي هذا السي بي، حطيت القوة هنا، الاج هو المطلوب عندي، هذا الجيت بزاوية 60
منطيني 4.5 في 2.4، إذا هذا 4.5، هذا 4.5 الطول مالها 4.5، وداخله بالصفحه 2.4 متر. اجي القوه هاي شو تساوي لي بها قانون 9810 الاج على 2، يعني منطيني الاج يعني منطينيها هي هاي على 2 نصها نص الاج، هذه هي الاج سي مضروبه في الاريا. الاريا مو كلها، الاريا بس المبلله فقط هاي الاريا. 2.4 عندي، هاي 2.4 موجوده، بس هذا الطول الطول ايش يساوي لي؟ اج على ساين 60، اج على ساين هاي 60 هاي 60 او هاي ساين 60 شو يساوي لي؟ ساين 60 ساين 60 شو يساوي لي؟ الاج على نسميه ال، انا اريد ال اللي هو هذا الطول، اي هذا اي هذا الطول، فاليلا اجيبها هي انا والساين انزلها جوا فصارت اج على ساين 60 مضروبه في العمق اللي هو العرض، طلعت عندي المساحه، طلعت عندي الاف بدلاله الاج، دلاله الاج، وانا اريد الاج. اجي هنا الواي سي، الواي سي هو اي هذا، هذا الواي سي، هذا الواي سي، هذا واي سي، عندي هذا شوف الواي سي ساين 60 هاي 60 هاي 60 ساين 60 شو يساوي لي؟ هذا الارتفاع اللي هو الاتش سي، هذا الارتفاع اتش سي على واي سي، على واي سي، فالواي سي اسحبها وانزل الساين فتطلع لي اتش سي على ساين 60. الاتش سي الاتش سي هي نص الاتش، اكتبها اتش على 2، الاتش سي هي نص الاتش، هذه الاتش سي هاي هي نص الاتش، فحتى تطلع لي بدلالة الاج فاج على 2 ساين 60. عندي هنا نطلع الاج، الاج هاي يعني هم اضافة معلومة، الاج هي هاي هذا الاج هي اج على ساين 60، هذا اج، هذا الاج، فساين 60 اج على دي اللي هو هذا في هذا الطول، فطلعت اج 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 كابيتال، اج كابيتال، هذا اج كابيتال، فطلعت الاج اللي هو طول الجسم المبلل هو اج على 60، وانا هنا نطلع شوفوا هذا نفسه. اجي يريد مني موقع الواي سي بي، فالواي سي بي ناقصا الواي سي شو يساوي لي؟ بي اتش تكعيب على 12، هاي بي اتش تكعيب طول عرض على 12. عندي هنا الواي سي هذه الواي سي انا مطلعها هذه هاي واي سي اجيبها إيه هنا مضروبه في الاريا بي في الاج، اشطب هاي مع هاي
هاي فقط تربيع، فقط تربيع. اجي هنا اجيبها الاج، هي هاي هذه اجيبها هنا اج على ساين 60 تربيع. بقى عندي 6 اج، هاي 2 مع 12 6 اج على ساين زاويه، وطلع عندي اللوكيشن هم بدلاله شنو؟ بدلاله الاج. اجي هسه اسوي قانون العزوم حول النقطة صفر، هي هاي حول النقطة صفر. فش عندي؟ عندي هاي القوة، هاي القوة، هذا ذراعها، هذا ذراعها. إذا القوة، القوة مالتي الهيدروستاتيك فورس في ذراعها، ذراعها شنو؟ اج على 2، شوف واي سي، هذه من هنا لهنا قلنا شني؟ هذه نص اللي هي الواي سي. ايش اشيل منها؟ اشيل منها هاي المسافه اللي هي ايش قد؟ اللي هي واي سي بي هاي ناقصا واي سي، هاي المسافه شيل منها. بقى عندي الذراع هذا، هاي واحد. شو يساوي لي؟ يساوي لي هاي القوه، هذه هذا وزن، فالقوه هنا قوه شد الحبل، قوه شد الحبل هنا قد ذراعها، ذراعها الطول كله منطيني اياه، الطول كله اللي هو 4.5 متر. فهاي القوة في ذراعها يطلع عندي فقط الاج مجهول، طلعت الاج شقد يساوي لي؟ 2.67 متر. واضح هذا السؤال؟ واضح شباب؟ واضح دكتور. هسه نعبر على برنولي، لو عندكم اسئله شيء. والله دكتور برنولي يعني تقريبا يعني فهميه، بس البوابات يعني كثير عانينا بها احنا دكتور. والله البوابات يعني ما اعرف ايش عندكم به، شنو هو قانون واحد، قوه، هو قانون قوه وقانون اللوكيشن. بس انتم بالرسم، الرسم ارتب الرسم اخلي كل شيء واضح عليه. اذا كان مايل اخلي الواي سي والواي سي بي، واخلي الاتش سي والاتش سي بي اذا كان عدل. وعندي قانون اطبقه، قانون القوه وقانون اللوكيشن. ترى ماكو بس هذول القانونين، اكثر ماكو، اكثر ماكو. هذا قانون قوه وهذا قانون لوكيشن. اذا رسمك يكون واضح، الصوره قدامك واضحه، تعرف تتصرف. الباقي هذه من تجيك زاويه وتطلع طول، تطلع مقابل لو مجاور لو وتر، هذه شغله مثلثات، يعني مثل ما يقول شغلات هاي البسيطه. استاذ زين، امتى تستخدم المومنت استاذ؟ المومنت استاذ امتى نستخدمها؟ هو يطلبها؟ ايه شوف احنا يعني المومنت انا ليش استخدمته هنا؟ لان يريد مني الايدج. شوف انا استخدمتها ليش؟ القوه طلعت عندي بدلاله ايدج، وطلعت عندي الواي سي بي هم بدلاله ايدج. فأني عندي قوة، هاي قوة معروفة، وعندي هاي القوة بدلالة الهج، فاستعين بهذه القوة مع القوة اللي عندي أوجد العزم حول نقطة معينة، نقطة أنا أحددها، مو أحدد لي نقطة مستحيلة ما أدبر شقد الذراع القوة، أحدد لي نقطة يصير حولها ذراع القوة واضح بالنسبة لي.
فاحنا حددنا هاي النقطة، أخذنا حتى نطلع الايدج، حتى نطلع الايدج، ما عندي غير خيار آخر حتى أطلع الايدج إلا عن طريق العزم. أما هو احتمال بالسؤال يقول لك وجد لي مثل القوة، فالقوة ما تقدر توجدها، القوة مو القوة الهيدروستاتيك، مثل القوة اللي تفتح لي البوابة. من يريد مني قوة غير الهيدروستاتيك فورس؟ هاي هيدروستاتيك تطبيق قانون اللي هو جاما اتش سي اي، هذا قانون عادي. من يريد مني قوة تفتح البوابة تبقى البوابة ما ادري شنو، فلازم استخدم العزوم لان الهيدروستاتيك فورس عندي والقوة اللي يريدها هو هاي مجهولة، فاقوم استخدمها قانون العزوم على مود اطلع القوة المجهولة. هنا استفادينا من قانون العزوم، طلعنا الايدج. وصلت استاذ، وصلت. فرسم اي سؤال يجيك ارسمه. شلون ما يجيك السؤال؟ ارسم السؤال وخلي التفاصيل عليه، لان انت ما راح تكتب لي، انت كاتب لي واي سي، الواي سي انا اجي على الرسم ما حقا، او كاتب لي اكس فتحه، اكس فتحه انا ايش مدري انت وين رايح. اشر الرسم من توضح وتفصل وكل شيء عليه واضح، انت من تجي تطبق القانون ما راح تخطا. خلي الزاويه، توجد المعلوم عندك يا ارتفاع اشره، الاخر اوجده طريقه المثلثات، ما دام عندي زاويه وضلع اقدر اوجد الضلع الاخر. اما انت اذا الرسم رايح مهتلف فالشغله تعبانه. فالرسم اسئلتنا كلها بلا رسم ما تنحل، وبلا رسم لحد يدز لي كل شيء. مو تكتب لي وانا ما اعرف انت وين ايش كاتب انت والرسم مر. استاذ استاذ احب بنوني؟ شلون؟ بنوني استاذ. هسه نروح على برنوني. هسه نحل برنولي، برنولي كويجن هاي. برنولي هاي الأسئلة دكتور أحمد شرحها وأنا شرحتها وراح أرجع لها ونعيدها على السريع. قانون برنولي هسه بالنسبة لكم واضح، هو تطبيق بين نقطتين بريشر وفيلوسيتي وارتفاع. فعندنا هذا البايب، هذا بايب بكرود اويل بترول يجري بي، وبهذول البايزوميتر مانوميتر بارتفاعات 1.5. فش يريد بهذا السؤال؟ هذا السؤال يريد ايش قد بالسي هنا، ايش قد الارتفاع من هنا الى هنا، ايش قد هذا الارتفاع؟ هذا المطلوب. منطيني دايميتر مال هذا 150، منطيني دايميتر البايب الاخر 100، ومنطيني الفرق بين الاي والبي 1.2 متر، ومنطيني ارتفاع الجرود اويل 1.5 متر، ومنطيني هنا سرعه 2.4. السرعه هنا. فاجي من عندي سرعه ودايميتر، هذه خذوها قاعده، من عندك سرعة ودايميتر وعندك دايميتر بغير جهة طبق الكونتينيوتي. شوف طبقها بين الاي والبي، لان عندك سرعة ودايميتر بجهة وعندك دايميتر بالنقطة الاخرى، فقبل اطلع السرعة بنقطة بي. اذا طلعنا السرعة بنقطة بي صار عندي بالاي معلومة السرعة وبالبي معلومة سرعة وعندي دايميتر. حتى طبق برنولي انا احتاج سرعة واحتاج ضغط واحتاج ارتفاع، صح لو لا؟ ذني ثلاث احتاجهن. هنا عندي سرعة، طلعت هنا سرعة، صار عندي سرعة بسرعة معلومة. فأجي أطبق برنولي. هنا عندي هذا البايزوميتر ارتفاعه 1.5. إذا هذا العلم عندي، الضغط هو في على جاما، هو من يعطيك ارتفاع يعني في على جاما، لأن الضغط شو يساوي عندنا؟ الضغط جاما إيج، صح لو لا؟
اذا الاتش يساوي لي البي على الجاما، البي على الجاما، وهذا احد اجزاء معادله برنولي، البي على الجاما. فاجي اطبق برنولي بين اي وبي، بي اي في اي زت اي، والبي بي بي في بي والزت بي. اجي هنا هذا معطيني اياه بالسؤال، هو هذا السرعه انا طلعتها، السرعه انا طلعتها اللي هي شوف هذا 1.5، السرعه انا نطلعها، الارتفاع 1.2 هو منطيني هذا، هذا شوف انا قلت هذا الداتوم ليفل مالي، هذا القياس مالي، هذا القياس مالي. اجي على البي، هذا هو المطلوب، السرعة نطلعها، الارتفاع هنا صفر، شوف هنا انا اختارت هذا من فوق النقطة بي القياس مالي، فالنقطة بي وين واقع على الخط اللي انا اختاريته فصفر، بينما هذه النقطة ايش قد تبعد عن هذا الخط 1.2، كل شيء معلوم عندي بس البي على جاما 1.5 متر وانتهى السؤال. يعني انت من ثلاث طبق برنولي دحق بهاي النقطة، اكو ضغط، اكو سرعة، اكو ارتفاع، اذا ما كنت ما تختار نقطة كيفك تايها، ما بها لا سرعة ولا ارتفاع ولا اكيد ما راح تقدر تسوي كل شيء. واضح؟ واضح دكتور. دكتور وصل حل مثال 12 بالبرنولي؟ نعم دكتور بالبرنولي. ما يخالف هسه نصل ايش قد بقى من الوقت؟ ساعة بقى نص ساعة. اوكي اذا عندي هذا السؤال، عندي ووتر فلو is flowing، يريد الاتش، هذا الاتش، ويريد البي بالكيلو باسكال، ايه هذا عندي جيج جاي يأشر بس ايش قد ما اعرف. اجي هنا عندي هذا مانوميتر، هذا المانوميتر مربوط بين نقطة واحد ونقطة اثنين، فاجي بي 1 شو تساوي لي؟ نروح على الجهة الثانية بي 2، اذا على بي 2 انزل ال، هاي معرفه كتبت ثاني ال، هذا مي جاما اوف ووتر في ال، زائدا زيبر هذا الارتفاع 175 في الجاما مال الزيبر. اسجي اصعد هاي المسافه، هاي ناقص، شوف خليت ناقص جاما مال المي في الارتفاع 175 ملم، ناقص هذا ال، هذا مي في ال، هذه راحت مع هذه، اذا خلصت من ال وما بي. اصعد النوب، هاي المسافه هذه من هنا لهنا، ايه هذه هي فرق بين زيت واحد وزيت اثنين. يعني انا لو افرض اخذت الليفل داتوم هنا، وهذا هذا زيت واحد، هذا زيت واحد، وهذا زيت اثنين، زيت اثنين، هاي المسافة هذه هي، هذه هي زيت واحد ناقصا زيت اثنين، هاي واحد وهاي اثنين، فلأني صعود خليتها ناقص الاوميجا مال مي، وزيت واحد ناقص زيت اثنين. هسه اجي ارتبها ترتيب اقسمها على الاوميجا، ليش؟ اريد اطلع يعني ارتبها نفس ترتيب برنولي، شوف على ترتيب برنولي، فقسمت البي 1 والبي 2 على اوميجا، طلعت عندي بعد ما بسطت المعادلة طلع عندي 2.2. إذا هذا كله، هذا هذا البي 1 والبي 2 والزت 1 ناقص زت 2، هذا شنو؟ هذا كله طلع مقداره 2.2. أجي أطبق برنولي، برنولي أطبقها بين الواحد والاثنين،
يعني من اطبق برنولي ادحق انا، ادحق عندي معلومات البرنولي لو لا، فهنا اطبقها بين الواحد واثنين. V1 Z1 V2 V2 Z2، اجي ارتبها نفس ترتيبي هذا، نفس هذا الترتيب، لان يعني هذا خابط لي الارتفاعات Z1 وZ2 وخابط لي البي 1 والبي 2. اجي ارتب هاي المعادله نفس ترتيب هذا، فجيت رتبت هذا كله. شوف هذا معلوم عندي، رتبته 2.2، هذا كله شيء يساوي لي سرعه 1 وسرعه 2. اذا طلعت عندي سرعه 1 وسرعه 2 مقدارهم 2.2. اجي شو اسوي؟ اوجد علاقه. من عندك سرعتي انا معادله اروح وين؟ لان بايب عندي دايميتر، اروح على الكونتينيوتي اوجد علاقه بين الواحد والاثنين، حتى اخلص دوم من الواحد دوم من الاثنين وامشي بالمعادله. هسه اوجد علاقه بين الواحد وبين الاثنين عن طريق الكونتينيوتي. اجي هنا فروم كونتينيوتي في 1 يساوي لي اي 2 على اي 1، هذه عندي الدايمترات 2، طلعت عندي في 1 تساوي لي 0.6 من الفي 2. اجي وين اعوضها؟ اجي اعوضها ببرنولي، جبت انا المعادله اللي قبلها بهالطريقه. ايش طلعت؟ في 2. اذا علمت عندي في 2، الفي 2 تساوي لي في 3، صح؟ في 2 تساوي لي في 3، لان البايب نفسه من هنا الى النوزل هو نفسه كله 100 ملي متر، فما دام البايب نفس الدايميتر السرعه بكل هذا البايب هي ثابته. اذا اجي اعوض الاثنين، اطلع من هاي المعادله، هاي المعادله اطلع الفي 1، طلعت عندي الفي 1. هسه الفي 1 انعلمت والفي 2 انعلمت والفي 3 انعلمت، الفي 4 كونتينيوتي بين الفي 4 وبين اي نقطه، لان النقاط الاخرى كلها انعلمت، اذا واحد او اثنين او ثلاثه، فاطبق الكونتينيوتي طلعت الفي 4. اذا السرعه كلها انعلمت عندي. اجي هو شو يريد من الايدج؟ ما دام يريد الايدج، وين اطبق هاي الايدج؟ اطبق برنولي بين هاي النقطة وبين هاي النقطة، أطبقها. أجي هنا سرعة صفر وبي صفر وهنا البي صفر، فش يبقى عندي من المعادلة؟ شوف هنا أنا ترى أطبق برنولي، هاي برنولي صفر منها، هذه برنولي اللي هي بي صفر على جاما زائدا في صفر سكوير على 2 جي زائدا زد صفر، يساوي لي نفسها مال النوزل اللي هو بي نوزل على جاما زائدا في 4، يمكن 4 مو اي 4 سكوير على 2 جي على 2 جي وزائدا الزد الزد. شوف هاي صفر هاي صفر هاي صفر، ايش بقى عندي؟ الزت هاي صفر والزت الصفر هذه هي الايدج، ايش طلعت عندي؟ طلعت عندي هاي المعادله، هاي المعادله في 4 اعرفها 2 جي، طلع عندي الايدج ايش قد؟ 11.75 متر. شو يريد مني بعد؟ يريد مني ال ايش قد البي بي 3 مال العداد، فاخذها بين الصفر، هم اخذ برنولي بين الصفر وبين ثلاثه، الصفر اللي هو سطح المي الخزان ما يبقى منه بس ايج، لان البي تروح والسرعه صفر، فيبقى عندي بي 3 في 3 بي 3 انا اريدها، هذه هي المطلوبه، في 3 معلومه، فبقى عندي بس هاي مجهول، ابسط المعادله طلعت عندي اضربها في الجاما 9810 طلع عندي البي 3 وانتهى السؤال. طلعت ايش قد ارتفاع المي الايدج وطلعت العداد ايش قد يقرا 78.8 كيلو باسكال. ف يعني برنولي صراحه يمكن ما حد راح يجاوب السؤال،
لان صار عليه شرح زايد. عندنا هذا السؤال الاخر هم شرحناه اكثر من مره انا الدكتور احمد. عندي هذا بايب منطيني الاريا ماله اي 1 ومنطيني الاريا اي 2 منطيني الفرق بين 1 و 2 1 ونص منطيني هنا مانوميتر في زئبق وفي غازولين. فش يريد؟ يريد علاقه بين الاي 1 والاي 2 اوجد علاقه. ومنطيني الماس فلوريت او فلوريت مو الماس فلوريت الفلوريت او الدسشارج اللي هو متر مكعب على الثانيه. الفرق بين الفلوريت والماس فلوريت، ماس فلوريت كيلوغرام على الثانيه. قايل لك بريجر ستاتيك بريجر نفسه، اذا هاي تروح مع هاي البي 1 مع البي 2. ويقول لك كالكوليت شنو؟ مانومتر ريدنج. ايه هاي؟ ايه هذه هم نريدها. اذا اول شيء نوجد علاقه فنطبق برنولي بين 1 و 2. كتبنا بي 1 بي 1 زت 1 بي 2 سم ستاتيك بريشر دحين فطار هذا مع هذا. بقى عندي بي 1 وبي 2 وين نرجع؟ نرجع اذا على الكونتينيوتي. انا منطيني كيو فمكان هاي اعوض الكيو لان الكيو شو تساوي؟ في اي في اي شو يساوي لي الفي؟ انا عندي في الفي شو يساوي لي؟ يساوي لي فاجي اكتب كيو على اي 2 وكيو على اي 1. الكيو نفسها ما دام عندي بايب واحد ويجري وبي 0.28 متر مكعب بالثانيه فهاي نفسها بكل البايب. اذا البايب يصير عرضه 10 امتار او 5 سنتيم ما راح لا نضيف ولا نطرح. فالفلوريت ثابت كونستانت. فشوف حتى ما كتبنا لا واحد ولا اثنين كتبناها كيو. شوف هذه كيو وهذه كيو وين الاختلاف؟ بالدايمتر او بالاريا. ايش قد تساوي لي؟ هاي واحد ونص. الاثنين جي نحولها هنا نجي واحد على اريا ناقصا واحد على اريا يساوي لي هذا المقدار. فتطلع العلاقه بين هذا الاريا واحد والاثنين ايش قد؟ 375. اذا هو قال اريد ريليشن، اذا عندي هاي الريليشن هذه. اذا هذا جواب كامل يعتبر. اجي على المانومتر ريدنج هذا بي 1 هذا بي 1 شو يساوي؟ بي 2 هذا البي 2 واجي انزل جاما ال هذا ال هذا ال هذا ال بس هنا شنو؟ غازولين زائدا اج. اذا جاما ما زيبق في الاج. اجي هنا راح اصعد اج بس اصعد شنو الجاما مالي؟ غازولين ناقص ال نفس الشيء ناقص جاما غازولين وعندي ال ناقصا هاي المسافه هاي ايش قد؟ واحد ونص هو هذا الارتفاع بين واحد والجاما غازولين. اجي ابسط يبقى عندي بس الايج مجهول هذه تروح مع هاي والباقي كله وهاي تروح مع بي 1 وبي 2 قال متساويين فهذه هم تروح مع هاي. بقى عندي بس الايج، الايج طلع 100 ملم 0.23. فسؤال ما بي تطبيق وكل الاسئله تقريبا تطبيق على برنولي. هذا نفس السؤال ما بي فد شيء جديد. شي يريد؟ يريد هم الدايميتر دي ايه هذا؟ يريد الدي ايه هذا؟ for the two gauge to read the same. اذا هذا وهذا الضغط متساوي. شوف هنا نفس المبدا امشي ان هذا الضغط مع هذا الضغط بقت عندك بس السرعه. وجدنا عندك احدى السرعة معلومة، إذا انحلت المشكلة هذه. واحدة من السرعة معلومة الـ V1 فقط عندك الـ V2.
من عندك سرعه، عندك سرعه وعندك دايميتر، فعلاقه بين نقطتين راح توجد الدايميتر المجهول. واضح؟ فهذا السؤال ما في شيء، اكيد انتم قارئ ومفتهمين. هذا السؤال لما نمر عليه مر سريع، عندنا هنا هواء فلوريت اوف اير منطين، هذا الكيو شقد 2 متر مكعب، شقد هذا اكبر اريا اللي تخلي لي الماء يصعد من الخزان، هذا يصعد لي يجري على هذا الماء، يعني يصعد شقد الاريا. ما دام منطيني الكيو ايش عندي مجهول؟ في 1. اذا اطلع الفي 1 من الاريا 1 منطيني اياها، منطيني الاريا 1 اجي اعوضها هنا طلع عندي السرعه. اجي اقرا المانوميتر، المانوميتر في 1 اللي هي هنا هذه ايش يساوي لي؟ في اتموسفير زائدا جاما، جاما ايش قد؟ 25، بس جاما ما تجيبها وانتهى، لان هذه تروح مع هاي وهذا الهواء، لان يعني الكثافه ماله قليله جدا يهمل، لان هذا بس هواء فقط هواء، فما ناخذه بنظر الاعتبار. طلعنا البي 1 ايش قد؟ اذا طلعنا بي بهالنقطه، هاي النقطه صار بها البي معلوم، صار بها الاريا معلوم، الضغط والسرعة، فنقدر نطبق برنولي بهذا. نجي على البي 2، البي 2، البي 2 شو تساوي لي؟ بي اي هنا عندي، انا عندي هنا ضغط جوي، هنا ضغط جوي، فعندي البي اي زائدا، يعني جا اصعد ايش قد؟ جاما اوف ووتر، جاما اوف ووتر في الارتفاع 150 هاي. هنا هاي الاشاره انا خليتها ناقص لان فاكيوم عندي، حتى اذا ما اخليها ناقص، حتى اذا ما اخليها ناقص راح يطلع عندي من افتح القوس راح يطلع عندي شنو؟ في هاي الاشاره ناقص، بس هو منطقيا هذا اذا ما يصير اقل من الضغط الجوي، هذا المكان الضغط الجوي ما يقدر يكبس هنا ويصعد، ما يقدر الا اكو مكان فيه اقل من الضغط الجوي، حتى الضغط الجوي يهجم يدفع عنه، فيريد هو الاريا هذه اللي يصعد بها المي باتجاه هذا الباين، فتطلع عندي بالناقص يعني فاكيوم. اجي اطبق برنولي، عندي بي 1 وعندي بي 2، اطبق برنولي بين النقطتين بي 1 بي 1 زيت 1 بي 2 بي 2 زيت 1 وزيت 2، هاي واحده تروح مع الاخرى نفس الارتفاع، بي 1 معلومه عندي، بي 1 معلومه عندي، بي 2 معلومه عندي، والفي 2 انا ادورها، بسط المعادله طلعت عندي شنو؟ هاي الفي 2 طلعت عندي بوينت 91.3. من السرعة أطلع على اي 2 اللي هي كيو أعرفها وفي 2 طلعتها، طلعت عندي الاري، إذا الاري بوينت 0.022 متر سكوير، هاي اللي هاي الاريا اللي يكون بها المي يصعد بهذا البايزوميتر. واضح؟ أنا ترى ما أشوف بس العرض، هل أنتم موجودين لو لا؟ ما أعرف. واضح دكتور. على آخر سؤال، يا سؤال 12 هذا، لا هذا 14 10. هذا أصعب سؤال أستاذ، والسؤال جاب الامتحان. هذا راح أشرح لكم، هذا آخر سؤال، هذا يجي من الامتحان. راح اشرح لكم هذا السؤال. هذا ام ووتر از فلوينج، اذا مي يجري يريد الفلوريت الكيو. اول شيء نجي على المانوميتر،
قلت لكم ونبهتكم من يجي المانوميتر بالسنتر هذا فيها النقطة هذه البريشر فيها أعلى بريشر يسموه التوتال الكلي أو ستاغنيشن بريشر ضغط الركود من يكون الضغط أعلى شيء تكون السرعة صفر فهذه حين نستفيد منها إذا عندي هنا الستاغنيشن بريشر فأجي أطبق البي شوف قبل كتبت ستاغنيشن ستاغنيشن شو تساوي لي بي اي اللي هي هاي واي صفر البي اي زائدا نص في القامة مال الزئبق اصعد هنا هاي هم نص بس قامة مال ووتر اجي قسمها على القامة مال ووتر راح تطلع لي البي على القامة يساوي لي هذا الكمية اجي اطبق ورنولي بين واحد وبين اثنين شوف اثنين بتماس مع الاتموسفير هذا بي اي اذا صفر فبي 1 في 1 زد 1 بي 2 في 2 زد 2 البي 1 اللي هو هذا اجيبه هذا نفسه هو هذا جبته هنا زائدا زائدا 6 هنا السرعه قلت لكم صفر اذا هاي صفر البي 1 صفر ليش لان ستاغنيشن بريشر اعلى ضغط السرعه صفر الزيت 1 شوف الزيت 1 ايش قال هنا كاتب لي هذا الاليفيشن ليفل شوف هذا معطيني 6 فاكتبه هذا الست اجي هنا بالنقطة 2 البي 2 صفر اتموسفيرك في 2 انا ادور لها والاليفيشن منطيني 4.5 لان هذا هنا الخط فهذا 4.5 وهذا 6 اذا هذا 6 هذا الداتوم ليفل هنا تقريبا اجي ابسط طلعت لي الفي 2 هو شي يريد الكيو الكيو تساوي لي الفي 2 في الاريا 2 وطلع عندي 0.024 متر مكعب على الثانية هذا السؤال واضح احد عنده شيء اكو شيء ما واضح راح نجيب لكم ان شاء الله ثلاث اسئله فاقروا أسئلة بسيطة. ساعدك وترك؟ آه. ساعدك أكو؟ لا ماكو ترك. ما لحق استاذ ساعة ونص استاذ على ما نحمل في بي دي اف. كثيرة هي أسئلة مو ذيك الأسئلة يعني ذيك الصعبة. نص ساعة كثيرة على السؤال. خمس دقائق رسم وخمس دقائق تفكير يظل 20 دقيقة كتابة. استاذ تسجيل ها استاذ ست التسجيل